بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بصدد تنظيم ندوة تربوية علمية عندها علاقة بمجال التراث المادي ولا مادي، خاصة فيما يتعلق بإدماج الخصوصية المحلية في مجال التراث المادي ولا مادي بالنسبة لإقليم طاطا في الأنشطة التربوية على الخصوص. ولهذا جاء تنظيم هذه الندوة من طرف المركز الجوهري للتربية والتكوين ومنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، بطبيعة الحال وبدعم من مجموعة من الشركاء آخرين، عمالة طاطا، المندوبية المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وفضاء الذاكرة التاريخي للمقاومة وجيش التحرير، ومجموعة من الهيئات الأخرى التي شاركت في الأسبوع الواحد الذي يختتم في هذا اليوم بهذه الندوة التربوية العلمية التي نظمت بالفرع الإقليمي للمركز الجوهري للمهن التربية والتكوين، والتي استفاد منها تقريبا حوالي 130 أستاذة متدربة وأستاذ متدرب بحضور مجموعة من الباحثين في هذا المجال، في مجال التراث المادي ولا مادي. وكانت ندوة غنية يعني لأنها تناولت هذا الموضوع من جوانب متعددة، الجانب الأنثروبولوجي، الجانب الأركيولوجي، الجانب المتعلق بالمناهج. ثم أنا شخصيا كنت قد شاركت بكلمة وتناولت فيها موضوع اهتمام الفرع الإقليمي للمركز الجوهري للمهن التربية والتكوين على مستوى الحياة المدرسية بهذا الموضوع، موضوع الخصوصيات المحلية، سواء من خلال الإنتاج الديداكتيكي للأساتذة المدربين أو من خلال الأنشطة الموازية على مستوى المسرح المدرسي، على مستوى الأمسيات الختامية أو الأنشطة التي تنظم في إطار الأنشطة المندمجة بالفرع الإقليمي للمركز الجوهري للمهن التربية والتكوين. السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذة المتدربة مريم اللويزة، يعني متدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع طاطا. إذا في هذا الأسبوع الثقافي نظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ندوة بشراكة مع المنتدى الوطني لمنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان. نظم ندوة علمية حول إدماج الخصوصيات المحلية في الأنشطة التربوية. إذا صراحة هذا النشاط كان مهم لنا نحن كأساتذة متدربين في معرفة أول الموروث الثقافي المادي ولا مادي، وأيضا معرفة كيفية يعني كيف نتعامل نحن كأساتذة متدربين في إيصال هذا الموروث المادي للتلاميذ، يعني عندما نلتحق بالأقسام. إذا ممكن كمثلا ممكن أن نوصل هذا الموروث الثقافي للتلاميذ عن طريق الأنشطة المدرسية التي تكون يعني داخل سواء داخل فضاء المؤسسة أو ننظم خرجات أنشطة داخل مدرسية ممكن أن نقوم بها داخل المدرسة أو خارج المدرسة، وممكن أيضا أن نمررها من خلال وضعيات التي نقوم بها داخل الأقسام، يعني كأن ندمج مثلا التراث في نصوص المفتاح الدروس إلى غير ذلك. وشكرا. إذا نشكر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين على هذه الالتفاتة، وصراحة نريد المزيد من هذه الأنشطة لأنها صراحة تفيدنا نحن كأساتذة متدربين. وشكرا مرة أخرى. عبد الخالق المجيدي، باحث في علوم آثار ما قبل التاريخ. الحضور ديالي في طاطا إقليم اللي عزيز عليا بزاف جاء في إطار تدارس كيفية تثمين التراث الاركيولوجي والتراث المادي ولا مادي بصفة عامة. البارح كنا في ندوة اهتمت بتثمين التراث، وكانت لي مداخلة حول تراث ما قبل التاريخ بمنطقة طاطا. اليوم نحن في المركز الجهوي للتربية لمهن التربية والتكوين، كذلك استفادت منه من هذه المداخلة أساتذة متدربون في إطار لمحة عامة عن ما قبل التاريخ بطاطا، حيث تطرقت المداخلة إلى تعابير العصر الحجري في منطقة طاطا من خلال الفنون الصخرية، النقوش والرسوم الصخرية. وأشكر المنظمين ومستقبلين في هذه الندوة على اهتمامهم بالمجال الأركيولوجي.
شكرا. إبراهيم أبلا أستاذ سابق بمركز التكوين بالمركز المركز المحلي لمهن التربية والتكوين، شاركت هذا اليوم في ندوة علمية من تنظيم منتدى إيفوس بتنسيق مع هذا المركز حول إدماج التراث في المنظومة التربوية، وكانت مشاركتي حول مداخلة بعنوان انفتاح المؤسسة على محيطها، يعني ما هي مؤشرات وواقع هذا الانفتاح. بطبيعة الحال حاولت أن أتحدث أو أن أطرح العديد من النصوص التي تتحدث عن هذا الإدماج أو عن إدماج التراث في المنظومة التربوية، انطلاقا من الدستور والميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض للمنهاج الدراسي. وبعد ذلك تحدثت عن واجب المؤسسة التربوية سواء من ناحية الأطور أو الإدارة التربوية من أجل تفعيل هذا الإدماج، وكذلك الإكراهات التي توجد لدى المدرس وكذلك لدى الإدارة التربوية من أجل تفعيل إدماج المادة التراثية في الأنشطة التربوية وكذلك في الأنشطة الاجتماعية التربوية التي تنظم داخل المؤسسات. شكراً.